رح اسالك، رح خلينا ننتقل لحاله الاطفال، لان الاطفال لهم شويه وضع شائك. نفس المريضه بس بدل ما كان هي بالغه هي طفله، عمرها اقل من عمر اللي بياخذ. طبعا السن القانوني للبلوغ بيتغير من مدى دوله لدوله، بس نعم بامريكا تحت 18 و21، 21 18 18 18، تحت 18 لازم الاهل هن يوافقوا، الاب والام، على اي اجراء طبي. لو نعم انه هي من نفس الطائفه، طائفه شهود يهوى، وبحاجه نقل دم بس ما له اسعافي، وانا عم اقنع الاب والام. طبعا احنا لما بيكون الطبيب مع الاب والام متفقين ما في مشكله، سواء اذا قال الطبيب هالاجراء ما له داعي والاب والام وافقوا، نحن كلياتنا مبسوطين. واذا طبعا الطبيب قال هالاجراء ضروري والاب والام وافقوا، كمان الوضع ممتاز. لما بصير خلاف بقى، انا كطبيب قررت اني هاي المريضه هالطفله لازم لنا نقل دم. طبعا احنا كشهود يهوى لان هي مثال واضح جدا، والا هي ما في اكثر من هاي الحالات، والام والاب رفضوا، انا هون شو دوري هون؟ مرة ثانية، بما أنه الحالة غير إسعافية تمام. فالأب والأم هن أصحاب القرار النهائي بهذا الموضوع، طيب. فأنت بدك تناقشهم وتشرح لهم وتقول لهم الأسباب وبدك تشرح لهم شو ممكن كمان تداعيات القرار وكل شيء، ولكن طالما الحالة غير إسعافية وأنت مانك شايف ضرر محدق حالي أو ضرر شديد لاحق، فأنت بتضل تناور معهم وتحكي معهم وماشي بهذا الموضوع. في حال قالوا لك لا فانت هون وقتها لازم تقيم، ويفضل كمان تستشير تاخذ راي اخر وتقيمه. هلا اذا نحن قلنا طبيا متفقين جميعا ضروره هالاجراء بغض النظر نقل دم او غيره، والاهل عم يؤذوا طفلهم او طفلتهم برفضهم للقرار، اها، اذا صار في اذيه فهذا شيء مختلف. يعني لحظه شوي، نحن عم نحكي عن خطاب خمسه، خطاب خمسه، نحن ليه عم نشلم ناخذ جهود يهوى؟ لانه كل الاطباء بتفهم شو معنى نقل الدم. خطاب خمسه هو شيء خطير صراحه. هلا هو ما له نزف حاد، بس لابد انه انت تنقل الدم، وهن رافضين. انا شو لازم اعمل هون؟ إذا صار في ضرر على الطفل، وخاصة إنه هذا الضرر إذا عم تحكي ضرر خطاب خمسة. متوقع مش ضروري، ضرر حالي. نعم، أنا مش حكيت لضرر شديد مستقبلي أو ضرر إمنت أو حالي يعني، فأنت بحق لك تنقل، ولكن الفرق إنه إسعافي عن غير إسعافي إنه أنت ممكن تاخذ وقت أكثر مشان طيب تحاول لو تجيبهم كان معك على الوضع نفس اسعافي الطريق. انا ما بسالهم اصلا، ما لك مضطر ولا انا هون تبلغهم تبليغ. تمام، انا هون بسموها ذا بيس اوف انترست، يعني افضل شيء ممكن بس نعمله انت للطفل، يعني هو هذا طفلي انا شو بدي اعمل له؟ انا بنقول له دم. طيب طبعا موضوع ما له اسعافي لازم اسال الايثكس كوميتي مثلا، يجي يرد، لانه هي مره موضوع بيتحمل ايام، يعني موضوعي انا مع الطفل بيتحمل ايام، صح، فالايثكس انت كوميتي دورهم. نعم، فبتجيب انت الاثكس كوميتي، بتسالهم لهيئه الاخلاقيات الطبيه مشان هن يحسنوا يستفهموا منك، هن بيساعدوك بيساعدوا الفريق الطبي يقرروا مدى خطوره ومدى العامل الزمني تبعه، وبنفس الوقت بيحاولوا يحكوا مع الاهل بيحاولوا يستكشفوا، ولكن في حال الاخير طلع انه طبيا في ضرر واضح للمريض للطفل ولا يمكن تجنبه، ولا في عنا ممكن نعطيه سوائل ثانيه ولا ممكن نعمل اي شيء، فانت بدك تعطيه وهذا الشيء مبرر. تمام، لانه هن شو الدفاع اللي بيقولوا انه هذا الطفل هلا عمره 5 سنين، لو صار عمره 15 او 20 سنه وهو صار كبر وصار بالغ وعقله من راسه، هل هو حيلتزم بتعاليم طائفته؟ ممكن يطلع غير يستفيد متدين مثلا، يستفيد هو وبالتالي حق. احنا ما بنقدر نجبر شخص على شغله ممكن بالمستقبل يقول لك يلومك انا ماني متدين اصلا، انا ما حالتزم تماما بتعاليم او كذا. تماما تماما، ومو بس هيك، حتى نحن في عنا شغلة تانية، إنه حتى لما بتدخل أنت كإثكس كوميتي بهذا الموضوع، كأخلاقيات طبية بهذا الموضوع، بتحاول تتجنب تكتب بالتقرير الطبي تبعك إنه الأهل كانوا موافقين أو رافضين، مشان شو ما كانت تبعات القرار بعد 10 15 سنة الولد ما يفكر بشكل مختلف أو آخر عن أهله. طيب هون بقى سؤال، رح اضرب لك مثال على فكره وقصه حقيقيه صارت باختصار، انه الطفل كان بحاجه لاجراء طبي، كان نقل دم شهود يهوى، كان عمره سنه او سنتين الطفل، او سنه او شهور، او فالطبيب مصر انه هذا بده نقل دم، لانه فعلا كان الموضوع اسعاف، يعني مش اسعافي بس الموضوع خطير. وبعد جدل واخذ مع الاهل ومع الام والاب، وجابوا الايثكس كوميتي، واظن حتى المحكمه دخلت فيها، اخذوا قرار بانه كلام الطبيب هو اللي بيتنفذ، ونقلوا للدم للطفل. عرف الاهل شو عملوا؟ They donate him. والله تبرعوا بالطفل، تبرعوا بالطفل نفسه، ما عادت قالوا تتقبل عنه الام انه هذا الطفل هذا صار نجس بمعنى اخر، وهو ما ممكن يعيش معانا، فراحوا وهبوه لدور التبرع. تخيل، يعني تخيل قديش القسوة، يعني انه هي مبادئها بده تتطبق، يعني بده تتطبق، ما ممكن تتقبل طفل. يعني مشان هيك هاي القوانين وضعت لحماية الطفل من هيك حالة.
صحيح لانه صحيح هذا الطفل صحيح نفسه يعني لو ما نحن له دم كان ممكن يتوفى، لا يعني فحياته ممكن مع اهالي غير ممكن تكون انفع من وفاته. طيب ولكن هل الشغله اللي بدي اوضحها طلال، انه هيك قصص كثير تجي كيس باي كيس، يعني ما فيك تقول بشكل عام نحن هيك بنعمل، كثير كيس باي كيس وكثير خاصه، لانه عامل واحد ممكن يغير لك كل شيء. وانا كثير بركز على هذا الموضوع، الزمان والمكان كثير ضروريين، لانه هون اخلاقياتك انت، اخلاقيات المهنه بهذا الموضوع بتختلف بناء على المجتمع، بتختلف بناء على البيئه الطبيه اللي انت عم تمارس فيها، بتختلف. هلا انت مثلا بتشوف هذا المريض مش انه عندك هالمجموعه من الناس بتيجي مثلا واحد كل 10 سنين، ولا لا بيجوك بشكل يومي. يعني هذا الشيء كثير يعني لازم نتعامل فيه حاله بكل حاله منفرده، ما فيك تجمعهم بشكل طيب عام.